السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعونني؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الفضلاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وأخذنا أيضا حكم النون والميم المشددتين، وتكلمنا أيضا عن أحكام الميم الساكنة. وطبعا خدنا طبقنا على سورة ياسين إلى نهايتها، وقلنا امبارح طبعا إن احنا هنحاول إن احنا نعمل اختبار بسيط بحيث إن احنا نشوف مين اللي متابع معانا ومين اللي مش متابع. جاهزين للاختبار ولا مش جاهزين؟ تمام. طيب نحاول ان احنا، يا ريت اللي هو جاهز من الشباب وعاوز ان هو يعني نختبره في سورة ياسين يتفضل. من اللي جاهز للاختبار؟ اللي جاهز للاختبار يتفضل. ايه يا جماعة، ما فيش حد جاهز النهارده؟ مش احنا قايلين الكلام ده من امبارح؟ لا، هما بيجوا وقت التسميع وكله بيهرب. ماشي، على العموم براحتكم. خلاص، لا، ده ما فيش حد عاوز يسمع، احنا طبعا مش هنجبر حد على كده. بس يا ريت يعني يكونوا بيتابعوا الحاجات دي كلها، وتحاولوا تحفظوا الحاجات اللي احنا بناخدها أول بأول، وربنا يوفقكم يعني. خلاص، نتوكل على الله كده. نبتدي، ماشي، نبتدي من أول سورة الصفات. احنا طبعا خلصنا سورة ياسين تطبيق، نبتدي من أول سورة الصفات النهاردة. طيب هنبتدي قراءة من أول سورة الصفات. أيوة، يا ريت الدعم يفتح لنا سورة الصفات من أولها. يلا يا جماعة جاهزين؟ هي ظاهرة، بس يا ريت توضح الصفحة الأولى أكتر يعني، لأن هي كده يعتبر نص الصفحة الأولى هي اللي ظاهرة. ماشي، يلا نبتدي من أول سورة الصفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون،
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. احنا نتوقف إلى الآية رقم 24. إحنا طبعا عارفين إن إحنا قبل كده يعني طبعا ابتدينا في سورة ياسين وأظهرنا الأحكام التي وردت بها. طبعا اللي عاوز يقرأ في نهاية الحلقة، لأن في معانا ناس يعني بيرسلوني على الفيسبوك بيقول لي ممكن أقرأ، معلش لو سمحتوا بعد إيه إن شاء الله ما نخلص الكلام بإذن الله هبتدي إن أنا أفتح المايك لأي حد عايز يقرأ بإذن الله. خليكم متابعين معايا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. طبعا إحنا إمبارح تكلمنا عن حكم لام ال ولام الفعل، وقلنا إن لام ال ده هيك خمس أنواع. يبقى إحنا بحثنا في القرآن الكريم وجدنا أن اللام لها خمس أنواع. قلنا أول نوع للامات اللي هي لام ال التعريفية، النوع الثاني لام الاسم، النوع الثالث لام الفعل، النوع الرابع لام الأمر، النوع الخامس لام الحرف. فاكرين الكلام ده ولا نسيناه؟ أعتقد يعني أن كله فاكر إن شاء الله، ما فيش حد ناسي حاجة. تكلمنا عن أول حكم من أحكام أو أول نوع من أنواع اللام، قلنا اللي هي لام ال التعريفية. قابلتنا هنا النهارده بنقول والصافات. وص ادي لام هنا، اللام شمسية. طبعا احنا خدنا امبارح ان في نوعين لآل التعريفية، قلنا الاولى لو لقينا ال وجاي بعدها حرف ال 14 حرف اللي هم ابغي حجاك وخف عقيمه، يبقى نعرف انها لام ايه؟ لام قمرية حكم الاظهار. اتفقنا على كده؟ اما لو لقينا جاي بعدها اي حرف تاني غير الاحرف دي اللي هم طبعا احنا قلنا متجمعين في بيت اللي هو طب ثم صل رحما تفز ذي نعم، دول طبعا لو لقينا اي حرف من الحروف دي نعرف انها لام ايه؟ لام شمسيه حكمها الادغام، حكمها الايه؟ الادغام. اتفقنا على كده ولا لا؟ طيب احنا هنا دلوقتي قابلتنا لام منها ايه؟ لام شمسيه حكمها الايه؟ الادغام. ما نقولش وال صافات الغلط، بتدغم، نقول وصف كانها مش موجوده. ماشي، لام ايه؟ لام شمسيه. والصافات. طيب مين يعرف يعرف لي نوع المد في كلمة والصافات؟ نوع المد هنا احنا خدناه قبل كده طبعا. نوع المد هنا مين اللي عارف؟ مد متصل؟ لا، ما احنا عرفنا قبل كده، احنا قلنا المد المتصل مختص بايه؟ بالهمزه، يعني ان ياتي حرف من حروف المد وبعده همز. انما هنا لا، ما جاش همز هنا. هنا حرف من حروف المد اللي هو الالف اللي بعد الصاد وبعدها فاء مشدده، حرف مشدد. ده اسمه مد لازم يا اخوانا، مد ايه؟ مد لازم. ماشي، احنا طبعا ميزنا الكلام ده قبل كده وقلنا ازاي نميز ونفرق ما بين المد المتصل والمد اللازم. قلت لك ان المد المتصل ان ياتي حرف من حروف المد وبعده الهمز متصلا به في ايه؟ في كلمه واحده. انما هنا ما جاش همز، لا، ده جه حرف من حروف المد وبعده حرف مشدد. حرف ايه؟ مشدد، اللي هو الفاء حرف مشدد. والصافات حرف مشدد واجتمع في كلمه واحده اسمه مد لازم كلمي. دي كلمه ولا حرف؟
والصافات دي كلمة، يبقى اسمه مد لازم كلمي. طيب كلمي مخفف ولا كلمي مثقل؟ كلمي مثقل علشان الفاء هنا مشددة. تمام، يبقى نقرأ نون مدها طبعا 6 حركات، يبقى ده اسمه مد لازم كلمي مثقل. نقرأ ازاي؟ نقول والصافات صفا، 6 حركات. طيب كده طبعا كلمة صفا أما هنقف عليها هيبقى مد إيه؟ مد طبيعي صفا. بعدها فالزاجرات زجرا، أيضا اللام هنا جاي بعدها حرف مشدد يبقى لام شمسية. طبعا من إيه حرف إزاي؟ من حروف طب ثم صل رحما تفز اللي كان حاضر معانا. فالزاجرات في ألف بعد الزاي يبقى حرف، يبقى مد إيه؟ مد طبيعي. وأيضا في ألف بعد الراء يبقى مد طبيعي. فالزاجرات زجرا، الجيم حرف من حروف ايه هنا؟ القلقلة. تمام، يبقى الجيم اذا جاءت ساكنة يبقى نقلقلها. طبعا احنا عارفين حروف القلقلة 5 حروف اللي هم قطب جد، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. تمام، فتح الله. يبقى نقرأ نقول فالزاجرات زجرا، ما نقولش زجرا، لا زجرا راء، يبقى الراء مفخمة. وشايفين ان الراء فوقها فتحتين بس بنقف ايه؟ بفتحة واحدة، يبقى عند الوقف بنقف بايه؟ بفتحة واحدة. اتفقنا؟ طيب بعدها فالتاليات ذكرى، يبقى دي اسمها لام ال التعريفية حكمها الادغام. فالتاليات حرف التاء، ماشي كده؟ فالتاليات ذكرى وبعد الياء في ألف صغيرة اللي هي ألف مد. فالتاليات مد طبيعي، ذكرى بنخرج لسنة في الذال ما ننساش الحاجات دي. ونخلي بالنا أيضا إن حرف الكاف مش من حروف القلقلة، ما نقولش ذكرى، لا غلط، ذكرى والراء هنا مفخمة. إن إلهكم لواحد، طيب إن من يعرف يعرف لي حكم إن؟ إن حرف غنة مشدد، ماشي اتفقنا على كده؟ يبقى إن حرف غنة مشدد، تمام، يبقى يغني بمقدار إيه؟ حركتين، إحنا طبعًا خدناه في أحكام النون والميم المشددتين. إن إلهكم لواحد، إلهكم أيضًا مد طبيعي، والهاء مفتوحة ما نقولش إلهكم، لأ، إن، لأن طبعًا إن حرف ناسخ، ماشي؟ بيفتح اسم الاسم ويرفع الخبر. إن إلهكم، إلهكم لواحد، الميم ساكنة بتاع إلهكم يبقى إظهار شفوي. لواء في ألف هنا برضك بعد الواو يبقى مد طبيعي، والدال هنا هنقف عليها طبعا، الدال عليها ضمتين ولكن هنقف إيه؟ بالسكون، يبقى نسكنها يبقى نقلقل الدال هنا. نقرأها إزاي؟ إن إلهكم لواحد، لواحد، ماشي كده؟ الآلي بعدها رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات أيضا قابلتنا لام آل التعريفية حكمها الإدغام وفي مد طبيعي. طبعا شايفين السماوات وال، اللام آل التعريفية حكمها الإظهار في كلمة والأرض، وما نقولش الأرض ما نفقمش الهمزة، لا نرققها. رب السماوات والأرض وما، ونفخم الراء، والأرض، والأرض وما بينهما مد طبيعي، وما بينهما ورب المشارق، ورب الراء مفخمة ما نقولش ورب، لا نرقق الواو ونفخم الراء، ورب المشارق اللام ساكنة يبقى لام ألف التعريفية حكمها الإيه؟ الإظهار، هي لام قمرية. وبعد الشين في ألف يبقى مد طبيعي، وقاف هنا هنقف عليها يبقى حرف من حروف الايه؟ القلقلة. تمام كده؟ الآية اللي بعدها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا حرف غنة مشدد وفي مد طبيعي. إنا ما تقولش إنا زينا، لا إنا زينا، إنا زينا السماء. طيب هنا زينا فيها ألف وجاي بعدها حرف اللي هو حرف السين عليه شدة وإيه وفتحة، يبقى هنا التقى ساكنين، ما نمدش ما نقولش زينا السماء، لا إنا زينا السماء،
زي ما احنا قلنا اذا التقى ساكنين وكان الاول منهما حرف مد يبقى ايه؟ بنحذف حرف المد ده في الوصل ما بننطقهوش. نقول انا زينا السماء الدنيا. السماء فيها ال التعريفيه حكمها الايه؟ الادغام لانها لام شمسيه. وكلمه السماء فيها مد متصله، يبقى ده المد المتصل بقى. مد المتصل يبقى ان ياتي حرف من حروف المد وبعده الهمز متصلا به في كلمه واحده. اتفقنا كده؟ السماء ادي حرف من حروف المد وبعده الايه؟ الهمز. يبقى ده اسم مد متصل. اما كلمه والصافات لان ما جاش بعدها همز يبقى ده اسم مد ايه؟ مد لازم. تمام كده؟ ايه اللي مش واضح بالظبط؟ اللي هو الفرق ما بين المد المتصل والمد اللازم؟ اظن الايه 6 واضحه يعني. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ماشي؟ السماء احنا قلنا طبعا ايه؟ لم قال اللي هي التعريفية حكمها الإدغام. وأيضا الدنيا أيضا لام قال التعريفية حكمها الايه؟ الإدغام. وكلمة الدنيا، طيب مين فاكر بقى احنا خدنا في أحكام النون الساكنة والتنوين في حكم الإدغام بغنة؟ قلنا ان الادغام بغنه له كام حرف؟ اربع احرف اللي هم ينمو. يبقى لو لقينا حرف من الاربع حروف اللي هم الياء او النون او الميم او الواو بعد النون الساكنه يبقى ده اسمه ايه؟ ادغام بغنه. بس قلنا شرط بقى. قلنا الشرط بتاع الادغام ايه؟ ان ياتي النون حرف النون اللي هو النون الساكنه ان تاتي في كلمه والحرف اللي هو حرف من حروف الادغام في كلمه اخرى. انما هنا نون ساكنه واتى بعدها الياء متصله في كلمه واحده الدنيا. هل احنا هنا ندغمها ولا يكون حكمها ايه؟ فاكرين؟ لا تدغم. يبقى ولا اخلاء، مش حكمها اخفاء، حكمها ايه؟ اظهار. ماشي؟ هنظهرها. نقول الدنيا احنا قلنا طبعا اسمه ايه؟ اظهار مطلق. تمام كده؟ يبقى نرجع تاني لاحكام النون الساكنه والتنوين. قلنا ان حروف الادغام بغنه اربع حروف بس بشرط ان تاتي النون الساكنه في كلمه وحرف من حروف الغنه في الكلمه التي تليها. فاذا اجتمعتا في كلمه واحده، لو الحرفين اجتمعوا في كلمه واحده يبقى نعرف ان ده اسمه ايه؟ اظهار مطلق. وقلنا يوجد في اربع كلمات في القران الكريم، منهم كلمه الدنيا. كلمة ايه؟ الدنيا. وقنوان وصنوان فتح الله عليكم وبنيان، يبقى أربع كلمات. يبقى إذا اجتمع النون مع الواو أو الياء في كلمة واحدة أصبح حكمهم ايه؟ حكمهم إظهار مطلق. تمام كده؟ طيب بزينة الكواكب. بزي في مد طبيعي. بزينة نيل أدي تنوين وبعده ساكن. احنا قلنا لو اذا التقى ساكنين وكان الاول منه حرف مد بنحذف حرف المد. انما لو كان ساكنين اصليين في الكلمه او تنوين وبعده ساكن نعرف ان ايه؟ ان طبعا بنتخلص من الساكن الاول بالايه؟ بالكسر. نقول بزينة نيل كواكب. بزينة نيل يبقى ايه؟ يبقى احنا بنكسر الايه؟ الساكن الاول. بنكسر الايه؟ الساكن الاول. اتفقنا على كده؟ يبقى نقول بزينة الكواكب. طيب طبعا احنا نقف على الكواكب الباء هتكون ساكنة، يبقى نقلقل ايه؟ الباء. الآية اللي بعدها وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل، طب الظاء طبعا احنا عارفين ان خروج اللسان في ثلاث حروف. اللسان بيخرج في كم حرف؟ بيخرج في ثلاث حروف، الدال والثاء والظاء. ماشي؟ يبقى نقرا نقول ايه؟ وحفظا من كل يخرج لسانا في الظاء، ما ننساش. طيب بعدها الظاء هنا طبعا عليها ايه؟ تنوين منونه، وبعدها حرف الميم. يبقى الميم من حروف الايه؟ الادغام بغنه. يبقى نغن هنا وحفظا من كل، يبقى هنا ادغام بغنه لكل ميم بعد التنوين. طيب من كل نون وبعدها كاف، يبقى اسمه ايه؟ اخفاء حقيقي. اخفاء ايه؟ اخفاء حقيقي. شيطان مارد. طاء مفخمة، ما نقولش شيطان، لا شيطان شي، ما نقولش شي، لا شيطان مارد.
شيطان ادي تنوين بعد ميم يبقى ادغام بغنة، ما فيها ايه؟ فيها مد طبيعي. وهنقف ايضا على الدال يبقى ايه؟ حرف من حروف القلقلة نقلقله. ماشي. مارد الآلي بعدها لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لا يسمعون أدي الميم قبلتنا مشددة يبقى حرف غنة مشدد، وفي هنا مد طبيعي لا يسمعون مد طبيعي. إلى الملأ إلى أدي اللام ساكنة وبعدها ميم، طبعا احنا قايلين لا أي لام ساكنة بحكم الإظهار، احنا قلنا أي حرف ساكن. ماشي. اللي بيسأل بيقول ممكن اعرف ايه هو الاخفاء؟ الاخفاء ان احنا بنستر الحرف ما بنبينهوش ما بنظهرهوش. يعني مثلا حرف النون احنا بنتكلم على النون الساكنة او الميم الساكنة. ماشي. قد يكون لهم حكم ايه؟ الاخفاء. اخفاء ان انا بستر الحرف ان انا ما بينهوش ما بظهرهوش ولا بضغمه في الحرف اللي بعده. زي مثلا طبعا احنا خدنا امثلة كتير على كده، اما اجي اقول ايه؟ من كل، ادي النون بتاع من كل بخفي النون بخفيها، يعني ما بينهاش ما نقولش من كل ما ظهرهاش، لا بسترها كانها كان النون ديك مش ايه ما عليهاش سكنه، وهي فعلا ما عليهاش سكنه قدامنا في المصحف بنخفيها اي بن ايه بنسترها ما بنبينهاش من كل وبنغنها، لان احنا عارفين طبعا الغنه بتدخل في الايه في الاخفاء ايضا. يبقى لا يسمعون الى الملأ الاعلى. الاعلى ايضا احنا خدناه امبارح لام ا التعريفيه حكمها الايه الاظهار. ويقذفون القاف هنا مقلقله والذال بنخل لسانا فيها، ويقذفون فيها مد طبيعي من كل ادي الاخفاء من يعني اخفاء بتخفي النون ما بتظهرهاش ما تقولش من كل لا من وتغنها كده من كل جانب من كل جانب في هنا مد طبيعي، والباء ايضا من حروف الايه القلقله، لان احنا قايلين ان احنا ما بنقف على اي حرف من حروف من اي حرف بقى في القران الكريم بنقف عليه بالسكون. ماشي. طيب بعدها دحورا ولهم عذاب واصب. دحور ما قلش دو ما نخليش الدال ضاد، لا دو دحورا فيها مد طبيعي والراء هنا مفخمه دحورا ولهم. طيب تنوين واتى بعده الواو حكمه ايه؟ ادغام بغنة. ولهم الميم ساكنة عذاب يبقى اسمه ايه؟ اظهار شفوي. واصب في مد طبيعي والباء هنا ايه مقلقلة ايضا حرف من حروف القلقلة. بعدها إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا ادي مد طبيعي. من خاطف نون قدامنا عليها ساكنه وبعدها خاء، احنا قلنا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يبقى ده من حروف الايه الاظهار الحلقي. الاظهار الايه الحلقي يبقى نون ساكنه واتى بعدها الخاء يبقى اظهار ايه اظهار حلقي. الا من خاطف نفخم الخاء حرف الخاء بيفخم. ماشي. الا من خاطف الخاطفه والطاء ايضا مفخمه. من خاطف الخاطفة والطاء الثانية اللي بتاع الخاطفة عليها ساكنة يبقى حرف من حروف القلقلة. ماشي. وهنا طبعا اللام هنا عليها ساكنة يبقى ايه حكمها الإظهار، يبقى لام ألف تعريفية اللي هي لام قمرية حكمها الايه الإظهار. تمام. فأتبعه احنا قلنا التاء لو عليها ساكنة بتهمس يبقى من حروف الهمس. فأتبعه فأتبعه شهاب ثاقب. والهاء ايضا بتاع فاتبعه هنبص نلاقي فوقها ضمه وتحتها ضمه يبقى بتمد بمقدار حركتين. اتفقنا كده؟ اللي بيسال بيقول لو حبينا ناخد احكام النون حضرتك اداها امتى؟ طبعا احنا شرحناها قبل كده. لو عاوزين تتابعوها يا ريت ترجعوا للتسجيلات السابقه، طبعا موجود كل حاجه موجوده على اليوتيوب، ارجعوا للمحاضرات على الملتقى ملتقى الدارين وان شاء الله هتلاقوا كل شيء موجود عليه باذن الله. يا ريت تتابع المحاضرات اللي فاتت. فاتبعه الهاء طبعا زي ما احنا قلنا. ماشي. في لا ولا ما فيش حاجه في فوقها ضمه وتحتها ضمه. ماشي. يبقى ده اسمه ايه مد الصله
زي المد الطبيعي نون فأتبعه شهاب ثاقب تنوين وبعده ايه حرف الثاء اخفاء حقيقي ماشي اخفاء ايه اخفاء حقيقي ثاء فيها مد طبيعي قب الباء هنا نقف على بالسكون ماشي كده يبقى ايه حرف من حروف القلقلة. المزار عنده صوت يا ريت يعمل ريفريش للجهاز وان شاء الله الصوت هيوصل للمحل. اللي بعدها فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا فاستفتهم اهم ادي الميم ساكنه وبعدها همز يبقى ده اظهار ايه اظهار شفوي اهم اشد الميم ساكنه ايضا وبعدها همز يبقى اظهار شفوي اشد خلقا طب مين يعرف يقول لي اللام بتاع خلقا دهيك من اي انواع اللامات اللي احنا خدناها امبارح في المحاضره اللي كان حاضر معانا امبارح احنا خدنا الخمس انواع بتوع اللامات هنا خلقا اللام الساكنه هنا هل هي لام فعل ولا لام اسم ولا لام حالة تعريفية ولا لام حرف ولا لام امر ولا لام ايه بالظبط لام اسم تمام فتح الله عليك لان طبعا خلقا دي مصدر ما ينفعش نقول فعل فعل لو مثلا قل او التقى او يلتقطه او الكلام ده كله انما هنا خلقا يبقى دي اسم لام ايه لام اسم فتح الله عليك وحكم الاظهار طبعا زي ما احنا عارفين خلقا أمن أدي إظهار طبعا لأن التنوين أتى بعده الهمز طيب أمن ميم وبعدها ميم إدغام مثل أمال خلقنا أدي قاف ساكنة تمام كده قاف ساكنة هنا حرف من حروف الإيه القلقلة هنقف عليها طبعا عليها جيم يبقى ده وقف جائز يجوز لك إنك تقف أو توصل ممكن تقول فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا وتقف أو توصل فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إنا أدي نون مشددة حرفنا مشدد ماشي حركتين وبمدي مادي طبيعي خلقناهم ادي القاف من حروف القلقلة ما ننساش الكلام ده عمالين بنعيد ونزيد فيه عشان ما ننساش القاف حرف من حروف الايه القلقلة خلقناهم ادي نون مفتوحة وبعدها ايه حرف الالف يبقى ده مادي طبيعي خلقناهم من ميم وبعدها ميم ماشي ميم وبعدها ميم يبقى ده اسمه ايه ادغام مثلين صغير من طين ادي نون وجاي بعدها حرف الطاء ماشي نون وبعدها حرف الطاء طبعا هاخدناها في الاخفاء ونخلي بالنا ان هنا الغنة اللي هي بتاع النون هتفخم لان احنا اتكلمنا قبل كده في الغنة قلنا الغنة بتتبع ما بعدها الغنة بتتبع ايه ما بعدها احنا طبعا دلوقتي في سورة الصفات اللي هو بيسأل بيقول سورة ياسين احنا طبعا خلصنا سورة ياسين وانتقلنا الى سورة الصفات يبقى الغنة هنا اللي أتى بعدها هنقولش من طيني لا نفخم الغنة بتاع من طيني النون بتاع من نقول ايه إنا خلقناهم من طين لازب من طين ما احنا قلنا الغنة تتبع ما بعدها أما الألف تتبع ما قبلها زي ما احنا قلنا مثلا ايه الطامة أدي الألف جاي قبلها مفخم يبقى الألف ايه هتفخم مثل ايه مثل الطاء ولا الضالين ايضا الالف بتفخم لان ما قبلها مفخم انما لو قبلها مرقق اما نقول مثلا ان كان ادي الكاف مرققه يبقى بن ايه بنرقق الالف نقول ان كان ما نقولش كان لا غلط ما ينفعش يبقى احنا عرفنا ان الغنه حرف الغنه اللي هو النون بيتبع ما بعده لو بعده مفخم يبقى الغنه دي تفخم اذا كان بعده مرقق يبقى الغنه ايه ترقق اما الالف يتبع ما قبله لو قبله حرف من حروف الاستعلاء اللي هم خص صداقه قظ اللي احنا عرفناهم قبل كده يبقى نعرف ان هو ايه يبقى مفخم نقول ولا الضالين ما مش ولا الضال نرقق الهمز لا ما نرققش اللي هو الالف المد ده اتفقنا على كده طيب من طين لازب احنا هنا قابلنا تنوين وبعد حرف اللام
خدناه في ايه ده؟ فاكر احكام النون الساكنه والتنوين؟ اما خدنا الادغام وقلنا الادغام بينقسم لقسمين، في ادغام بغنه وادغام بغير غنه. الادغام بغير غنه اللي هو له حرفين اللي هم اللام والراء، يبقى هنا ادغام بغير ايه؟ بغير غنه. من طين لازب، ما نقولش من طين لازب، غلط، ما نغنش في اللام لان اللام لا تغني. احنا عارفين ان الحرفين المشددين اللي هو الميم والنون فقط اللي بيغنوا، وهنا الباء لو هنقف عليها بالسكون يبقى بين ايه؟ بين خلقلها. طيب لو هنوصل بقى من طين لازب بل عجبت، يبقى شايف انت الباء تحتها كسره وجنب الكسره ايه؟ ميم مقلوبه، يبقى ده حكم اقلاب. تمام، فتح الله عليك. يبقى من طين لازب بل. طيب بل عجبت، مين يعرف يقول لي نوع اللام هنا في بل عجبت؟ نوع اللام وحكمها، حكم الاظهار ولا الادغام، نوعها ايه؟ هل هي لام اسم، لام حرف، لام فعل، لام انا عايز نوع اللام وحكمها في بل عجبت. لام، لا لا لا، احنا ما بنتكلمش في الادغام يا مريم حاليا، احنا بنقول على بل عجبت اللي اللام عليها ساكنه. طبعا هتضغم في ايه؟ الحرف اللي جاي بعدها حرف العين، هي ساكنه يبقى حكمها اظهار. لا مش لام فعل، احنا قلنا بل ديك من الحروف وليست من الافعال. هو بل ده فعل؟ ايوه تمام، بل وهل من الايه؟ من الحروف. يبقى بل عجبت، يبقى بل وهل يعدوا من ايه؟ من الحروف وليس من الافعال. ادي اللام ساكنه وبعدها حرف العين، يبقى نعرف ان ده طبعا حكمه ايه؟ يبقى لام الحرف حكم الاظهار، بنظهر اللام. احنا قلنا ما بيضغمش الا لو جه بعد اللام ده هيك حرفين اتنين بس اللي هما اللام او الراء. زي اما نقول مثلا كل بل لكم مثلا، بل ادي اللام وجاي بعدها اللام زيها بل لكم. او مثلا اقول ايه؟ هل لكم مثلا، برضه كلمه هل لكم او بل ما عدا. طبعا احنا خدنا الموضع اللي هو بتاع كلا بل رانا امبارح، قلنا طبعا ما عدا الموضع ده هو مستثنى، ما بنضغمهوش، ما نقولش كلا بل رانا، لا احنا قلنا عليه ساكته لطيفه كلا بل رانا. تمام، يبقى هنا بل عجبت، بل يبقى لام الحرف حكمها الايه؟ الاظهار. عجبت الباء هنا ساكنه يبقى حكمها الايه؟ حرف من حروف القلقله. ويسخرون، ما نقولش ويسخرون، لا ما تخليش السين صاد، لا ويسخرون، والخاء هنا مفخمه والراء مفخمه. ركز معايا، الراء هنعيد تاني، الراء اذا اتت مفتوحه او مضمومه تفخم، اما اذا اتت مكسوره ترقق. تمام كده، نقول ايه؟ بل عجبت ويسخرون، بنقف عليه مد هنا عرض الايه؟ عرض السكون. واحنا عارفين ان عرض السكون له ثلاث احوال، اما ان احنا نمده حركتين او اربع حركات او ست حركات، ولكن لازم نراعي المد. يعني لو ابتدينا من اول الصوره بحركتين يبقى لازم ننهي قراءتنا بحركتين، ابتدينا باربع حركات لازم ننهي باربع حركات، ابتدينا بست حركات لازم ننهي قراءتنا بايه؟ بست حركات. يبقى ما ينفعش ان انا امد في العرض السكون مثلا مره باثنين ومره باربعه ومره بسته، لا غلط، ما ينفعش، يبقى ده لحن في القراءه. وقد يكون لحن جلي كمان. تمام؟ الآية اللي بعدها، وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا نخرج لساننا، خلي بالنا، وإذا ما نقولش وإذا، لا هتخرج يبقى عاملة زي إزاي، لا طبعا، وإذا لازم نخرج لساننا فيها وفي مد طبيعي. ذكروا، ذو طبعا الذال الثاني أيضا، ذكروا الراء هنا عليها ضمة مفخمة وفيها مد طبيعي، ما تقولش ذكروا لا يذكرون، لا ذكروا لا يذكرون، لا مد طبيعي. يذكرون اذا ايضا بنخرج لساننا فيها، والراء مفخمه لانها ايه؟ مرفوعه او مضمومه. هنقف عليها بقى، يبقى ده اسم مد ايه؟ مد عرض السكون. الايه اللي بعدها، واذا راوا ايه يستسخرون. واذا مد طبيعي والذال طبعا بنخرج لساننا فيها، راوا ما نقولش راوا، راوا لا ما نفخمش الهمزه، رأوا الواو ساكنة. آية، طب مين يعرف يقول لي آية فيها نوع من أنواع المد؟ احنا خدنا طبعا أنواع المد اللي هو المد البدل والعرض السكون والمتصل والمنفصل. ده مد إيه بقى؟ فاكرين نوع المد هنا إيه؟ مد بدل. تمام، فتح الله عليك يا أبو بكر، أنت مجتهد خلي بالك، إن شاء الله يعني ليك جايزة معانا في نهاية الحلقة بإذن الله. ماشي كده، نخلي بالنا من الحاجات دي كلها. يبقى مد ايه؟ مد بدل.
وإذا رأوا آية يستسخرون. رأوا طبعا إيه، رأوا آية أدي مد إيه، مد بدل، وبعدها آيتين يستسخرون، تنوين وبعده ياء، يبقى إدغام إيه، إدغام بغنة. يستسخرون، خي الخاء تحتها كسرة والراء مضمومة، يبقى تفخم، تمام كده. وطبعا لو وقفنا عليها يبقى مد عرض لسكون، هنوصل يبقى مد طبيعي. بعدها بقى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا إن، في نوع من أنواع المد أيضا، أدي الواو أتت في كلمة والهمز في كلمة أخرى، يبقى نوع المد هنا نوع مد إيه، مد منفصل، تمام، مد منفصل. بعدها إن هذا، نون ساكنة وبعدها هاء بحكم إظهار حلقي، ها مد طبيعي. ذا إلا أيضا مد منفصل، إلا فيها مد طبيعي. سحر، نفخم الراء، نخلي بالنا من تفخيم الراء. وبعدها ميم، يبقى إدغام بغنة. ولو هنقف على مبين يبقى مد عرض ليه، للسكون. الآل بعدها أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أإذا، نخلي بالنا من الهمزتين، ده اسمهم ايه، احنا خدنا المثلين طبعا قبل كده، وقلنا اذا كان المثلين اولهما ساكن والثاني تمام، اللي كتب مثلين كبير فتح الله عليه، لو كان الاول ساكن والثاني متحرك يبقى مثلين صغير، الاثنين متحركين يبقى مثلين كبير، الاول متحرك والثاني ساكن يبقى مثلين مطلق فتح الله عليك. يبقى نقول اذا متنا، التاء طبعا ايه ساكنه، بنهمسها همس بسيط كده، متنا في الف هنا مد طبيعي، وكن ادي النون برضك عليها شده وفتحه، يبقى حرف قلنا مشدد وفيها مد طبيعي. ترابا، وتراء ادي راء مفخمه، ترابا و ادي تنوين وبعده واو، يبقى حكمه ايه، ادغام بغنه. وعظاما ادي تنوين وبعده همز، ان طبعا همزتين ايضا تاني، نخلي بالنا من الحاجات دي كلها، يعني كلها حاجات يعني احنا خدناها قبل كده واظن بسيطه وسهله، يعني عشان ما نفضلش ان احنا نعيد ونزيد. لمب، الباء هنا من حروف القلقله، لمبعوثون ادي مد طبيعي، ونقف عليها يبقى مد عرض ليه، للسكون. الآل بعدها اوى اباؤنا الاولون، اوى الواو مفتوحه ما نقولش او اباؤنا، لا غلط، اوى اباؤنا ادي اول حاجه الهمزه وبعدها الالف، يبقى مد بدل. وكلمه اباؤنا ادي الالف وبعدها الهمز مضموم، يبقى ده مد ايه، متصل. آباؤنا ال، ادي اللام هنا ساكنه، يبقى حكمها لام قمريه، حكمها الايه، الاظهار، يبقى نوع اللام لام قمريه، حكمها الايه، الاظهار. ولو وقفنا عليها هنقف يبقى مد عرض للسكون. الآل اللي بعدها قل نعم، خدناها المره اللي فاتت في الابيات، ماشي، قل نعم، اللام ساكنه وبعدها نون، دي نوع المد هنا اسمه مد ايه، او نوع اللام الساكنه هنا حكمها ايه، لام ايه، قل نعم، لام ساكنه وبعدها حرف النون، هل هي لام الاسم ولا لام الفعل ولا لام الحرف؟ قل ديك اسم ولا فعل ولا حرف؟ قل، قل مش بل ولا هل، قل، قل ده فعل امر، ماشي، يبقى قل لام الفعل، تمام. بعدها حرف النون، احنا قلنا طبعا لو قل جاب بعدها اللام او الراء يبقى حكمها الادغام. بعدها اي حرف من 26، من 26 حرف الباقيين يبقى ايه، حكمها الايه، الاظهار. يبقى قل نعم يبقى لام الفعل حكمها الاظهار. نعم وأنتم، من ساكنة حكمها أيضا إيه، الإظهار. وأنتم، كلمة أنتم فيها إخفاء إيه، إخفاء حقيقي. وأنتم داخرون، الميم ساكنة وبعدها دال، يبقى ده إظهار شفوي. داخرون بعد الدال ألف يبقى مد طبيعي، والخاء تحتها كسرة داخرو، والراء هنا مرفوعة يبقى إيه، نفخمة ونقف عليها، يبقى مد عرض إيه، السكون. طب الآل بعدها فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما، نون حرف غنة مشدد وفيها أيضا مد طبيعي بعد الميم، اللي هي الألف اللي بعد الميم. فإنما هي زجرة، الجيم حرف من حروف القلقلة، زجرة واحدة، تنوين وبعد واو، يبقى حكمه إيه، إدغام بغنة. واحدة فإذا، تنوين أتى بعده الفاء، يبقى إخفاء حقيقي. أصل أنا بصر على أن الحاجات دي كلها مفهومة، أنت حضرتك أول مرة يعني تحضري معانا، أنا بصر على أن أنا شايف أن الحاجات دي كلها كل يوم بنعيد ونزيد فيها، يعني اللي بيحضر معانا أعتقد بيقول هو ماله بيفضل كل يوم بيعيد ويزيد في نفس، لا إحنا أعتقد أن الحاجات دي كلها يعني مفهومة، يعني أنا بقولها بس كده بحيث أن كل واحد ياخد باله، المفروض أصلا تكونوا أنتوا عارفينها.
لان احنا بقى لنا حوالي 8 حلقات او 7 حلقات احنا طبعا كل يوم بنتكلم عن هذا الموضوع. خلاص ماشي، انا هحاول ان انا ابطأ شويه. طيب، فانما نون المشدده حرف غنه ايه؟ مشدد، وفيها مد طبيعي بعد الميم. فانما هي زجره، زج الجيم عليها ساكنه، يبقى حرف ايه من حروف القلقله. ماشي، زجره واحده تنوين وجاي بعد الواو، يبقى ده حكمه ايه؟ ادغام غنه. واحده فاذا تنوين وبعد الفاء اخفاء حقيقي. فاذا انا بس كمني يعني، انا عارف ان انا كمني شرحت الحاجات دي كلها قبل كده، وعارف ان لكل اللي معايا فاهمين، فطبعا يعني هم بالنسبه لهم فاهمين كل الاحكام اللي انا بقولها ديك، فانا بقولها بس ايه سراعا يعني كده عشان ما نطولش بس في المحاضره يعني. وان شاء الله نحاول ان احنا نراجعها تاني في متن التحفه باذن الله. طيب، فاذا بنخرج هنا في الذال، هم ينظرون، الميم ساكنه وبعدها ياء، يبقى حكمها ايه؟ اظهار شفوي. ونخرج لسانا في الضاء، والراء هنا مفخمه لانها ايه؟ مضموم عليها ضمه. الال بعدها، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وقالوا قاف مفخمه، وقا وبعدها الف، ده مد ايه؟ مد طبيعي. وقالوا ايضا مد طبيعي بعد الايه؟ بعد اللام في واو. يا الف ايضا مع الياء. يا ويلنا، الحاجات دي كلها مادة طبيعية. هذا يوم الدين، كلمة الدين فيها ال التعريفية حكمها الايه؟ حكمها الايه؟ الادغام. يبقى لام ال التعريفية اللي هي لام شمسية، حكمها الادغام. الال اللي بعدها، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا مادة طبيعي. يوم الفصل، ال ايضا لام ال التعريفية حكمها الاظهار. الفصل الذي مادة طبيعي، كنتم به، ادي كنتم، ادي النون وبعدها تاء حكمها اخفاء، والميم وبعدها باء اخفاء شفوي. نخلي بالنا بين الاخفاء الحقيقي اللي هو في احكام النون الساكنه والتنوين، والاخفاء الشفوي اللي هو في الميم. لو ميم وبعدها ب يبقى دي اخفاء ايه؟ اخفاء شفوي. به لو لاحظنا ان بعد الهاء في ياء مقلوبه كده، يبقى ده اسم مد الصله بمد حركتين. تكذبون، الذال بنخلي لساننا فيها، وتكذبون طبعا ايه؟ قطب جد. احنا قلنا بتقلقل لو لقينا اي حرف من الحروف الخمسه دول عليه سكنه، سواء فوق سكنه ظاهره قدامنا او هنقف عليه، لان احنا عارفين طبعا ان احنا بنقف على اي حرف بالسكون. تمام، وبعدين ان شاء الله في نهايه الحلقه نبقى نكمل عشان ما نعطلش الايه الحلقه ونخرج عن نطاق. يبقى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. بعدها، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين، الراء هنا مفخمه على ضمه. الذين ظلموا، الذين مد طبيعي، ظلموا نخرج سنة طبعا في الضاء وفي الدال. ما نقولش ظلموا، ما نفخمش اللام، لا بنرققها، ظلموا وبعد الميم واو مد ايه؟ مد طبيعي. وأزواجهم بعد الواو ألف مد طبيعي، الميم ساكنة يبقى ميم ساكنة وبعدها واو يبقى إظهار شفوي. وما مد طبيعي، كانوا مد طبيعي، يعبدون هنقف عليها يبقى اسمه إيه؟ مد عارض للسكون. الآل بعدها، من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. من دون النون وبعدها دال يبقى إخفاء حقيقي. فاهدوهم إلى في كلمة فهدوهم في واو مد أيضا وبعدها ميم ساكنة وبعدها همز، يبقى ده إيه؟ إظهار شفوي. إلى في مد طبيعي، صراط، نخلي بالنا طبعا من تفخيم الصاد والطاء، صراطي، ما تقولش صراطي أو ما تفخمش الراء وتقول مثلا صراطي، لا غلط، الراء هنا مفخمة. صراط الجحيم، اللام ساكنة أيضا يبقى اسمها لام إيه؟ لام قمرية حكم الإظهار. ولو وقفنا على كلمة الجحيم يبقى المد عارض لإيه؟ للسكون. الآل بعدها، وقفوهم إنهم مسؤولون. ميم ساكنة حكمها الإظهار، إظهار شفوي طبعا. وكلمة إنهم فيها نون مشددة يبقى حرف غنة مشدد. وكلمة إنهم مسؤولون ميم وجاي بعدها ميم يبقى إدغام مثلين صغير. وفي كلمة مسؤولون الهمز أتت وبعدها واو يبقى ده مد بدل. ولما نيجي نقف على مسؤولون اللام وبعدها واو وبعدها نون يبقى ده اسم مد عرض لايه؟ عرض السكون. كده اعتقد يعني الاحكام اللي احنا اللي هي في الصفحه الاولى ديك واضحه وما فيهاش اي حاجه ان شاء الله. لو حد عنده اي استفسار بقى في الاحكام حاليا دلوقتي او عاوز يسال اي سؤال في الاحكام اللي خدناها قبل كده يتفضل.
وبعدين اللي عاوز يقرأ سورة الصفات من أولها لحد آية رقم 24 يتفضل برضك. اللي عايز يسمعنا من أول سورة الصفات إلى الآية رقم 24، مين عايز يقرأ يا رجالة؟ أحمد ماشي حاضر. أحمد تفضل. في كلمة ويسخرون احنا بنقف عليها، لا ويسخرون عادي بنقف، ما احنا قلنا ده مد عرض للسكون، سواء تمديها حركتين او اربعه او ست حركات، ولكن زي ما قلت لك تراعي الوقف عند الوقف في العرض للسكون، لازم اذا كنت ابتديت بحركتين لازم تنهيها بحركتين، ابتديت مثلا باربع حركات بتنهيها باربع حركات، ابتديت ست حركات لازم تنهيها بايه؟ بست حركات. هي ما فيهاش مد يعني، هو لو هنقف عليها بنقف عليها بحركتين مثلا، مد ايه؟ مد طبيعي. ولكن انا بس يمكن عشان كنت بوضحها بس مش اكتر يعني. طب المايك مش شغال عندك يا احمد؟ انت ما قبلتش المايك لحد دلوقتي؟ طب لو حد عاوز يقرا تاني ايه 31 فين؟ في سوره ايه؟ اللي بيقول ممكن تقرا ايه 31؟ احنا واصلين لحد 24. الآية آية 31 اللي هي في حق علينا قول ربنا إن الذي يقول، طبعا دي لسه هناخدها، كنت تقصد 13؟ ماشي. الآية رقم 13 اللي هي وإذا ذكروا لا يذكرون، تمام، وإذا ذكروا لا يذكرون، وضحت ولا نقرأها تاني؟ وإذا ذكروا طبعا مفخمة لا يذكرون. طب محدش هيقرأ؟ طب خلاص نبتدي بقى ندخل على التحفة. احنا وصلنا في التحفة إلى نهاية حكم لام ال ولام الفعل. النهاردة إن شاء الله هناخد باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. المثلين اللي احنا قلنا عليه طبعا ميم وميم أو نون ونون أو عين وعين أو همزة وهمزة، أي طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده واحنا بنقرأ. هنبتدي بقى في المثلين، هي وضحت قدامنا هيك، المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. الأبيات الثاني في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. احنا النهاردة هنبتدي نتكلم عن
المثلين والمتقاربين والمتجانسين. مثلين زي ما احنا قلنا قبل كده حرفين زي بعض، حرف الميم والميم، او حرف اللام واللام، حرف الهمز والهمز. طبعا مثلين احنا عارفين طبعا اي حرفين ايه مثلين. بيقول لك ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق. يبقى دلوقتي في البيت الاولاني بيعرف لك المثلين، ماشي تمام. بيقول ايه؟ ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان، يبقى اذا اتى حرفين مثلين اتفقوا في المخرج وفي الصفه، زي ما احنا قلنا في المخرج الاثنين نفس المخرج زي الميم والميم، الاثنين نفس المخرج والاثنين واخدين نفس الصفه، يعني الاثنين شبه بعضهم بالظبط. ان في الصفات والمخارج اتفق، يبقى اذا التقى حرفان مثلان اتفقا مخرجا وصفه، نعرف ان دول اسمهم ايه؟ مثلين. حرفان فالمثلان فيهما احق، يبقى نسميهم ايه؟ مثلين. زي ما احنا قلنا وضحناه بالفلاح، قلنا ان حرفين زي بعض، ميم وميم او دال ودال او باء وباء، اي حرفين ايه؟ حرفين زي بعض. طيب دلوقتي لو جيت قلت لك عرف لي المثلين، تقول لي هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفه، يبقى كده المثلين واضح ولا في غموض؟ المثلين لو قلت لك عرفني المثلين، تقول لي هما الحرفان اللذان اتحدا او اتفقا مخرجا وصفه، كالباءين او الدالين او الميمين وهكذا. اتفقنا؟ طيب له كم نوع؟ له ثلاث انواع. في مثلين كبير، او اول حاجه طبعا في مثلين صغير عشان نبقى ماشيين بالترتيب، مثلين صغير ومثلين كبير ومثلين مطلق، ماشي؟ مثلين صغير، مثلين صغير، ومثلين كبير، ومثلين مطلق. المثلين الصغير ان ياتي الحرف الاول منهما ساكن والثاني متحرك، ان ياتي الحرف الاول منهما ايه؟ ساكن والثاني متحرك. والمثلين الكبير ان ياتي الحرفين دولك ايه؟ متحركين، زي ما احنا عرفنا قبل كده وقلنا في التطبيق، ماشي. والمطلق ان ياتي الحرف الاول منهما متحرك والثاني ساكن. يبقى ناخد بالنا، يبقى تعريف المثلين هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، كالباءين أو الدالين أو اللامين، ماشي، وإلى ما شابه ذلك. وقلنا إن بينقسم لثلاث أقسام، في قسم اسمه مثلين صغير، والقسم الثاني اسمه مثلين كبير، والثالث اسمه مثلين إيه؟ مثلين مطلق. وعرفنا المثلين الصغير أن يأتي الحرف الأول منهما ساكن والثاني إيه؟ والثاني متحرك. والكبير ان ياتي الحرفان ايه؟ متحركين. والمطلق ان ياتي الحرف الاول منهما متحرك والثاني ساكن. نرجع الابيات. الابيات بتقول معنى ايه بقى؟ بتقول وان يكون مخرجا تقاربا، يبقى احنا خلصنا طبعا المثلين. طب نجيب امثله على المثلين، احنا خدنا امثله كتير طبعا للمثلين الصغير وللمثلين الكبير. مثلين صغير طبعا ما نقول ايه؟ ما لهم من دونه، ما لهم من، ميم ساكنه الاولانيه والميم الثانيه متحركه، يبقى ده اسمه ايه؟ ادغام مثلين صغير. ادغام مثلين ايه؟ صغير. طيب المثلين الكبير طبعا احنا قلنا ان يتحرك الحرفان، ان يتحرك الايه؟ الحرفان، لازم الحرفين يكونوا متحركين. اما نقول مثلا ما سلككم، الكاف الأولى مفتوحة والكاف الثانية مضمومة، يبقى ده اسمه إيه؟ مثلين كبير. طيب المثال الثالث اللي هو المثلين المطلق، هو أن يأتي الحرف الأول منهما متحرك والثاني ساكن، زي قلنا إيه؟ أن صببنا الماء، الباء الأولى مفتوحة والثانية إيه؟ ساكنة. وكلمة برضك شققنا ثم شققنا، أيضا القاف الأولى مفتوحة والثانية إيه؟ ساكنة. يبقى ده اسمه إيه؟ مطلق. يبقى دلوقتي المثلين وضح قدامنا وعرفنا الاقسام بتاعته، ينقسم لثلاث اقسام، في مثلين صغير ومثلين كبير ومثلين ايه؟ ومثلين مطلق. ما ننساش الحاجات دي. طيب تعالى اما نشوف بقى المتقاربين. بقول لك وان يكون مخرجا تقاربا، وان يكون مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا، يلقبا متقاربين.
يلقبها ايه؟ متقارب. يبقى تعريف المتقاربين لو رجعنا البيت بيقول لك وان يكون مخرجا تقاربا، يبقى هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلف صفه. شوف البيت بيقول ايه، بيقول وان يكون مخرجا تقاربا، يبقى لهما تقاربوا في المخرج، وفي الصفات اختلف اي مختلفين في الصفه، يبقى ده اسمه ايه؟ حرفين ايه؟ متقاربين. زي قاف والكاف دول متقاربين. يبقى بيقول لك ايه؟ وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقب ايه؟ يلقب متقاربين. يبقى نعرف هنا المتقاربين، تعريف المتقاربين ايه بقى؟ المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلف صفه. اختلف ليه؟ لان طبعا احنا عارفين صفه القاف التفخيم، اما الكاف الصفه بتاعتها ايه؟ الترقيق. يبقى تقاربا في المخرج واختلف فين؟ واختلف في الصفة. يبقى المتقاربين لو جيت سألتك قلت لك المتقاربين تعرفوا ايه؟ قول لي هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلف صفة. طيب عايزين امثلة بقى بحيث ان احنا نطبق على كل شيء. نرجع بقى للمثلين الصغير. احنا طبعا قلنا المثلين ثلاث انواع، قلنا في صغير وفي كبير وفي مطلق، وجبنا بعض الامثله على الصغير وبعض الامثله على الكبير وبعض الامثله ايضا على الايه؟ على المطلق. نخش بقى على الايه؟ على المتقاربين. اما اجي اقول لك مثلا هات امثله للمتقاربين اللي هو الصغير. اما اجي مثلا حرف الايه؟ القاف. انا قلت لك طبعا حرف الايه؟ القاف وحرف الكاف. القاف مفخمه والكاف ايه؟ مرققة. يبقى دول اختلفوا فين؟ اختلفوا في الصفة. طب المخرج بتاعهم قريب من بعض ولا مش قريب من بعض؟ قا وكا. يبقى دول اسمهم ايه؟ متقاربين. يبقى اقول لك هنا وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا. وفي الصفات ايه؟ اختلفا. يبقى مختلفين في الايه؟ في الصفة. ما ننساش الحاجات دي، لان الحاجات دي ان شاء الله هتفيدنا اكتر باذن الله. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. تعال اما نشوف بقى الأمثلة. اما نيجي مثلا حرف التاء وحرف الثاء، التاء والثاء قريبين من المخرج ولا مش قريبين؟ تاء وثاء متقاربين في المخرج. لو جبنا تاء ساكنة وثاء متحركة ده اسمه ايه؟ متقاربين صغير. متقاربين ايه؟ اما اقول لك كذبت ثمود، التاء هنا ساكنه والثاء متحركه، يبقى اسمه ايه؟ متقاربين صغير. متقاربين ايه؟ يبقى خلي بالنا من الحاجات دي كلها. يبقى المتقاربين الصغير مثل كذبت ثمود. طيب الكبير، اما اجي مثلا القاف مع الكاف زي ما قلنا، اما نقول ايه؟ من فوقكم، ادي قاف وكاف، طبعا الاثنين متحركين، ماشي؟ الاثنين ايه؟ متحركين، يبقى ده اسمه متقاربين كبير، لان القاف متحركه والكاف ايه؟ متحركه. طب المطلق زي التاء والثاء مثلا، لما اقول لك ايه؟ ولا يستثنون، ادي التاء هنا مفتوحه والثاء ساكنه، يبقى نعرف ان ده اسمه ايه؟ متقاربين مطلق. يبقى طبعا متقاربين مطلق ايضا ان ياتي الحرف الاول من هو متحرك والثاني ايه؟ ساكن. ماشي. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن المتقاربين، وقلنا ان في متقاربين صغير ومتقاربين كبير ومتقاربين مطلق. وعرفنا طبعا كل واحد، قلنا الصغير ان ياتي الحرف الاول ساكن والثاني متحرك، الكبير ان يتحرك الحرفان، المطلق ان ياتي الحرف الاول منهما متحرك والثاني ساكن. وخدنا الامثله طبعا. طيب بعد كده هناخد ايه؟ المتجانسين. او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. احنا عرفنا ان الحرفين اللي هما المثلين ان يتحدوا في الصفه والمخرج، الاثنين اتفقوا في الصفه والمخرج، حرفين زي بعض. عرفنا المتقاربين ان ياتي ان يكون لك وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا، يبقى ان الاثنين يتفقوا فين؟ او يتقاربوا في المخرج ويختلفوا في الصفه زي ما احنا وضحنا وقلنا. طب المتجانسين، حرف متجانسين قال لك ان يكون او يكون اتفقا في مخرج، يبقى متفقين فين؟ في المخرج. الحرفين بيخرجوا من نفس المكان،
زي حرف التاء والطاء مثلا دون الصفات، طبعا الصفة بتاعتهم مختلفة أيضا، يبقى أن يتفق مخرجا ويختلف صفة. يبقى لو قلت لك عرفني المتجانسين تقول هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلف إيه؟ واختلف صفة. من الأبيات نفسها قال لك أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين، يبقى نسميه متجانسين. يبقى نعرف المتجانسين هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلف صفة. تمام كده؟ اتفقا مخرجا زي ما قلنا حرف التاء والطاء والدال، تات حروف دول بيخرجوا منين؟ من نفس المخرج، من طرف الايه؟ اللسان. يبقى ان يتفقا مخرجا دون صفه، دون صفه لان طبعا احنا عارفين الطاء والتاء، الطاء صفتها ايه؟ التفخيم، اما التاء من صفه الايه؟ الترقيق. معايا؟ يبقى دلوقتي المتجانسين هما الحرفان اللذان ايه؟ اتفقا مخرجا واختلف صفه. طبعا لهم ايه؟ ثلاث اقسام، في متجانسين صغير ومتجانسين كبير ومتجانسين مطلق. تعال اما نشوف متجانسين صغير، ان ياتي الحرف الاول منهما ساكن والثاني متحرك. اما اقول ايه؟ قال قد اجيبت دعوتكما، التاء وبعدها الدال، اجيبت دعوتكما، ادغمت هنا التاء في الدال اللي جاي بعدها، التاء هنا التاء والدال الاثنين متفقان فين؟ في المخرج. ولكن الصفة بتاعتهم مش واحدة، لأن لو جينا احنا هما ناخد إن شاء الله الصفات، باب الصفات، هنعرف إن في صفات أو في حروف لها صفة الهمس وحروف تانية لها صفة الجهر. فحثه شخص سكت، دي من حروف الإيه؟ الهمس. فحثه شخص سكت وماشي، والجهر الحروف الباقية. إن شاء الله الحاجات دي كلها تعرفوها بعدين في باب الصفات علشان ما نطولش. يبقى هنا الأول منهما ساكن والثاني متحرك، يبقى إيه؟ حكمه متجانسين صغير. الثاني المتجانسين الكبير اللي هم زي التاء والطاء مثلا، الاثنين متحركين، اما اقول ايه؟ الصالحات طوبى، التاء والطاء، الصالحات طوبى، التاء الاولى متحركه والثانيه الطاء متحركه ايضا، يبقى ايه؟ متحركين كبير. يبقى الاثنين متحركين، يبقى ايه؟ كبير، متجانسين كبير. والمطلق زي التاء والطاء، أن يأتي الحرف الأول منهما متحرك والثاني ساكن، أما أقول إيه؟ أفتطمعون، أفتا، أدي التاء مفتوحة والطاء ساكنة، يبقى ده اسمه متجانسين إيه؟ متجانسين مطلق. إن شاء الله مع الأيام برضه هنبتدي نوضح أكتر وأكتر، بس مش عاوزين نطول عليكم بحيث إن هو اللي لسه حاضر معانا جديد ما يحسش كده إن هو يعني صعب عليه الكلام، الكلام مش صعب ولا حاجة إن شاء الله. بس بإذن الله مع الأيام هنبتدي نوضح أكتر. طب تعالى اما نشوف حكم المتجانسين الصغير ده، حكم الاظهار. المتجانسين الصغير حكم الاظهار ما عدا بعض الكلمات. اما اقول مثلا ايه؟ اركم معنا، الباء مع الميم، دي حكم الادغام. الباء مع الميم حكم الايه؟ الادغام. طبعا احنا عارفين يا بني اركم معنا، ما نقولش اركب معنا، لا، بندغم الباء في الميم، يبقى كأنهم حرفين ميم ايه؟ ادغمها في بعض، اركم معنا. وبنضغم ايضا التاء في الدال زي فلما اثقلت دعوة، اثقلت، ما نقولش اثقلت دعوة، لا، ما بنظهرش التاء، يبقى بنضغم التاء في الدال، نقول اثقلت دعوة الله ربهما. والتاء ايضا في الطاء، نقول اذ هم الطائفتان، والثاء في الذال، اما اقول يلهث ذلك، ما نقولش يلهث ذلك. والدال التي بعدها تاء، اما اقول ومهدت له، ومهدت، يبقى ما نقولش ومهدت، لا. يبقى نخلي بالنا الحاجات دي كلها ان شاء الله واحنا بنقرا هنبتدي نظهرها. يبقى نعرف دلوقتي ان سواء متقاربين او متجانسين او مثلين او متباعدين، في صغير وفي كبير وفي مطلق. صغير لو الحرف الاول منهما ايه؟ ساكن والثاني متحرك. كبير اذا تحرك الحرفان. مطلق اذا كان الحرف الاول منهما متحرك والثاني ايه؟ والثاني ساكن. طيب ناخد المتباعدين. المتباعدين دول بقى بيقول لك ايه؟ في الابيات هنا بيقول ثم، طبعا ما ظهرش، ما بينش المتباعدين في الابيات. هناخد احنا بقى المتباعدين، لك هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفه. زي التاء والخاء، لو لاحظت ان حرف التاء لو حرف التاء طبعا بيخرج من طرف اللسان، والخاء بيخرج من ايه؟ من الحلق. احنا بنتكلم
في المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين أيضا. الدرس بتاع النهاردة اسمه المثلين والمتقاربين والمتجانسين. اتكلمنا عن المثلين، قلنا المثلين ده الحرفين اللي هما زي بعض، زي حرف الميم وجاي بعدها ميم، أو النون وبعدها نون، أو الدال وبعدها دال، أو الباء وبعد حرف باء. والمتقاربين حرفين قريبين في المخرج زي ما احنا قلنا، مثلا حرف الدال وحرف اللام قريبين في المخرج، حرف القاف وحرف الكاف قريبين في المخرج برضه. وبعد كده قلنا الحرفين المتجانسين هما الحرفين اللذان اتفقا مخرجا زي التاء والطاء، الاثنين بيخرجوا من نفس الايه المخرج ولكن اختلفوا في الصفه. ودلوقتي هناخد الايه المتباعدين. الايه المتباعدين، قلنا المتباعدين ضمهم الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفه، زي ما احنا قلنا حرف التاء والخاء. التاء لو لاحظت ان التاء بتخرج منين؟ من طرف اللسان. اما الخاء بتخرج منين؟ من الحلق. يبقى حرفين دول متباعدين. طبعا في متباعدين صغير ومتباعدين كبير ومتباعدين ايه مطلق. اما اقول تخرجون التاء والخاء، التاء هنا متحركة والخاء ساكنة، يبقى ده اسمه ايه؟ متباعدين مطلق. او مثلا فكتبوا، ادي الكاف بتخرج من اقصى اللسان، اما التاء من طرف اللسان، يبقى دول ايضا متباعدين. الاول منهما ساكن والثاني متحرك، يبقى اسمه ايه؟ متباعدين صغير، لان الاول ساكن والثاني ايه؟ والثاني متحرك. يبقى وايضا كلمة والمنخنقة النون ساكنة واتى بعدها خاء، يبقى ده اسمه متباعدين صغير. كلمة دهاقة، الدال والهاء، الدال والهاء، الدال بتخرج من طرف اللسان انما الهاء بتخرج منين؟ من الحلق. يبقى دول اسمهم متباعدين، والحرفين الاثنين متحركين يبقى متباعدين ايه؟ متباعدين كبير. هو الدرس ده اعتقد يعني صعب على بعض الطلبة، انما احنا هنبتدي ان احنا نظهره كل ان شاء الله، كل مرة هنبتدي ان احنا نتكلم فيه تاني مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله. طيب المطلق زي الهاء مع الميم، اما اقول لك انفسهم، انفسهم الهاء متحركة والميم ساكنة، يبقى ده اسمه مطلق. ها مطلق لان الحرف الاول منهما ايه؟ متحرك والثاني ساكن، يبقى ده متباعدين مطلق. الابيات بتقول ايه هنا بقى؟ بتقول ثم ان سكن اول كل، يبقى لو الحرف الاول من الاحكام كلها جه ساكن، من سواء بقى المثلين او المتقاربين او المتجانسين او المتباعدين، لو الحرف الاول منهما ساكن قال لك ايه بقى؟ ها بيقول لك ثم ان سكن اول كل فالصغير سميا، يبقى اسمه صغير سواء مثلين او ايه او متقاربين او متجانسين او متباعدين، يبقى اسمه مثلين صغير او متقاربين صغير او متجانسين صغير. يبقى لو الحرف الاول منهما ساكن والثاني متحرك يبقى اسمه صغير. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ او حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، يبقى لو الحرفين متحركين يبقى اسمه ايه؟ كبير، سواء مثلين او متجانسين او متباعدين او متقاربين. وافهمنه بالمثل، طبعا الامثله هتفهمك الحاجات دي كلها زي ما احنا خدنا ايه؟ خدنا الحاجات دي كلها. يبقى المثلين المتقاربين في صعوبيه ولا يعني الى حد ما متوسطه؟ وانا اعتقد يعني ان هو مش صعب ولا حاجه ان شاء الله، وبعد كده هنحاول ان احنا نظهره كل مره نقوله برضك، ونحاول ان احنا نبين لو حاجه فيه غمضه ولا حاجه ان شاء الله، ومع التكرار ومع التطبيق هيبقى اسهل واسهل ان شاء الله. طيب لو حد عنده اي سؤال بقى في المثلين او في اي درس احنا خدناه قبل كده في احكام النون الساكنه والتنوين اتفضل. ولو حد عاوز يقرا الابيات او يقرا الصفحه اللي احنا خدناها في سوره الصفات يتفضل. حد ناوي يسمعنا الصوره طول ان شاء الله؟ ولا ما حدش عنده استعداد؟ ما حدش مستعد؟ لا هو الكلام مش صعب ولا حاجة، وان شاء الله بس يعني يمكن عشان انت حاضر معانا جديد فتسمع الكلام هتحس ان هو صعب، انما ان شاء الله مش صعب ولا ولو رجعت المحاضرات اللي احنا سجلناها قبل كده فاكيد هتفهم باذن الله كل حاجة. انا بس الكلام يمكن عالي شوية عليك لان انت اول مرة تحضر معانا، انما لو كنت حضرت معانا قبل كده كنت هتحاول تلاقي الكلام يعني ان شاء الله سهل.
ولو تابعت معانا كل يوم ان شاء الله نحاول ان احنا نرجع على الحاجات دي كلها تاني، كل مره ان شاء الله يعني بنحاول ان احنا نرجع على قدر ممكن من الاحكام اللي فاتت. ربنا يبارك فيكم جميعا. لو حد عنده سؤال ولا حاجه يتفضل، حد عاوز يسال اي سؤال في الاحكام، في القراءه، حد عايز يقرا يتفضل. يعني احنا امبارح قلنا هنعمل اختبار، ما لقناش ولا واحد عامل عنده استعداد النهارده للاختبار. ايه ما فيش مذاكره خالص كده ولا ايه؟ لا هو الظاهر ما حدش بيحفظ ولا حد بيراجع. طيب، الفرق ما بين مد البدل والمد اللين. مد البدل احنا قلنا في مد البدل ان الهمز، احنا كنا متفقين طبعا في المد المنفصل او المتصل ان ياتي حرف من حروف المد بيجي الاول وبعده الهمز، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ علشان نفرق ما بين المد البدل واللين، خلي بالك معايا. انما احنا قلنا في مد البدل ان ياتي همز وبعده حرف من حروف المد، زي ما احنا خدنا النهارده واذا راوا ايه، ادي الهمز وبعده حرف من حروف المد، يبقى اسم مد بدل، لان هنا ابدلها الحرفين بدل ما كان حرف من حروف المد بيجي الاول وبعده الهمز، لا ده اتعكس، الهمز اللي بقى يجي الاول وبعده حرف من حروف المد، يبقى ده اسمه مد البدل. زي كلمه ايه او كلمه امنوا او كلمه ايمان، ادي الهمز ايضا وبدل الياء، او كلمه اوتوا وهكذا. يبقى احنا عرفنا مد البدل دلوقتي ونعرف نستخرجه لو قابلنا اي حكم في القران الكريم، نعرف يعني ان كان سواء مد بدل نعرفه او ان كان بدل او مش بدل. يبقى كده واضح ان ياتي حرف من حروف او ان ياتي الهمز وبعدها حرف من حروف الايه؟ المد، مثل كلمه ايه وكلمه امنوا وايمانا واوتوا وهكذا، ده اسمه مد الايه؟ البدل. طيب مد اللين نعرفه ازاي؟ ان ياتي حرف من حروف المد الثلاث اللي هم الواو او الالف او الياء. طبعا احنا هنستثنى الالف لان الالف طبعا بتيجي دايما ساكنه وقبل منها فتح، يعني دائما ان ياتي قبل الالف ايه؟ قبل الالف فتح. حرف اللين بقى الواو او الياء، احنا قلنا في شروط حروف المد ان ياتي قبل الالف فتح وقبل الياء كسر وقبل الواو ضم، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ماشي. انما دلوقتي هنلاقي الواو او الياء ساكنتين عليهم سكنه، ولكن اللي قبلهم اللي قبل الواو مفتوح وقبل الياء مفتوح، زي كلمه خوف او كلمه بيت، ده اسمه مد اللين. يبقى نعرف مد اللين ازاي؟ ان الواو او الياء تيجي ساكنه وقبل منها ايه؟ فتح، ده اسمه مد اللين. بنمد وقت ايه؟ لو احنا هنقف عليه. اما اقول مثلا ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت، يبقى ده اسمه مد لين، زي المد العربي للسكون، ممكن امده حركتين او اربعه او ست حركات. يبقى دلوقتي وضح مد اللين والمد البدل. البدل ان الهمز يجي الاول وبعده حرف من حروف المد زي ما احنا وضحنا، آية او اوتوا او امنوا او هكذا. اما مد اللين ان ياتي حرفي الواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، ساكنتان مفتوح ما قبلهما، خلاص. يبقى ان ياتي الواو ساكنه مثل كلمه خوف، او الياء ساكنه وقبل منها فتح مثل كلمه بيت وكلمه فوق وهكذا. يبقى مد اللين ومد البدل وضح ولا نوضح اكتر؟ اللي عايز توضيح يتفضل. طيب لو حد بقى عايز اي سؤال في اي حاجة احنا خدناها قبل كده، في حد عنده سؤال في اي شيء؟ طب ما حدش عاوز يقرأ سواء المتن او سورة الصفات؟ جزانا وجزاكم جميعا. يعني ما حدش عنده سؤال ولا حد عايز يقرا ولا حد هيختبر؟ خلاص طبعا الاختبار ده انا مش هقول لكم على اختبار تاني ما دام انتم بالطريقه ديك. يعني امبارح قلنا اختبار وقلتوا ماشي موافقين،
وهختبره النهارده. طبعا ما فيش حد جاهز للاختبار، ما فيش مشكله. الاختبار طبعا احنا كنا خلصنا سوره الصفات، سوره ياسين عفوا، وقلنا ان احنا هنبتدي نسال بعض الاسئله في سوره ياسين اللي هو حافظ معانا. احنا كنا ماشيين كل يوم 10 ايات 10 ايات، فطبعا خلصنا سوره ياسين وكنا بنقول نبتدي نحفظ ال 10 ايات اول باول، ولكن اعتقد ان مفيش حد حفظ، او اللي حفظ مكسوف مثلا ان هو يقرا يعني لا يغلط ولا حاجه. ماشي، عاوز تقرا يا محمد؟ تقرا سوره الصفات؟ ماشي حاضر. المايك شغال عندك كويس؟ انا بعت لك حاليا اهو، اقبل المايك. المايك مش شغال عندك ولا ايه يا محمد؟ محمد الظاهر المايك مش شغال عنده. طب حد ناوي يسمعنا صوته يا رجاله؟ خلاص ما فيش مشكله، ما فيش حد عنده استعداد للذي. خلاص ان شاء الله نبقى نكمل بكره باذن الله. طب لو حد عنده اي استفسار اي سؤال قبل ما نقفل الحلقه. خلاص احنا النهارده نكتفي بهذا القدر، وباذن الله نلتقي بكره باذن الله في نفس الموعد الساعه 10:30 مساء بتوقيت القاهره. مين محمد؟ ما انا محمد بعت لك مايك لكن انت ما قبلتش، هحاول ابعت لك مايك تاني اهو. ادي محمد، ابعت لك مايك تاني يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد. والصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا ساحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ماشي إيه؟ أكمل. أإذا متنا أنت قلت وكنا، الآية اللي قبلها، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإن
إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون عليك يا شيخ فتح الله عليك. طبعا قراءتك يعني لحد ما كويسة ولكن أوصيك يعني أنك إن شاء الله تتابع معنا رسول دايما لأن في بعض الأخطاء البسيطة طبعا أنت مش ملاحظها لكن لما إن شاء الله تتعاون معانا وكل يوم نسمعك كده هنبتدي إن احنا نصلحها لك. طبعا عندك بعض الحروف حروف المد طبيعي ساعات بتزودها زيادة عن حقها وساعات بتنقصها فأنت تحاول تخلي بالك ما تقولش إن مثلا إيه إن هذا ما تقولش هذا لا تخلي بالك من الحاجات اللي هي المد الطبيعي ده ساعات بتمده زيادة عن اللزوم وساعات بتنقصه. وبعض الحاجات البسيطة إن شاء الله هنبتدي إن احنا نوضحها أكتر وأكتر بعد كده كل ما تتابع معانا على طول وإن شاء الله ربنا يوفقك وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسعادة ولو حد عنده استعداد بقى يسمعنا صوت تاني أو حد عاوز يسأل سؤال يتفضل إن ما كانش ما جوش كل أخطاء يعني حتة مكسورة ما تقولش شهاب شيء مكسور وحفظا نخرج لساننا في الضاء ماشي وما تقولش وحفظا لا وحفظا من كل عدد حركات المد إنك بمجرد إنك تقبض الإصبع أو تبسطه ماشي بمجرد إنك تضغط صباعك كده ماشي أو تفرده دي عدد حركات الايه بمجرد ان مثلا تقول ايه 1 2 3 4 5 6 دي العدد بتاع الايه الحركات بمجرد انك تقبض الاصبع تعد كده يعني تعد حوالي مثلا 6 حركات على حسب بقى الحركه 1 2 3 4 ادي 4 حركات يعني بمجرد الايه قبض الاصبع او بسطه. وكلمه لا يسمعون طبعا اللي متابع معانا ما انا سمعت بعض الاخطاء بقى ولكن ان شاء الله هنبتدي يعني ان احنا نصلحها له واحده واحده كده ان شاء الله وتحاول انك تتابعهم تاني وتاخد بالك من الحاجات دي المد الطبيعي والفتحه والكسره والضمه والقلقله وحروف خروج اللسان يعني تحاول تاخد بالك من الحاجات دي كلها ان شاء الله وربنا يوفقك. ماشي ان شاء الله بكره تركز معانا وباذن الله يعني نشوفك معانا طول دايما وتجتهد معانا كل ليله ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. خلاص ماشي لو حد عنده أي استفسار أي سؤال يتفضل. في المد لا المد طبعا ما احنا قلنا في مد اسمه مد طبيعي حركتين اتنين في مد منفصل 4 حركات في مد متصل 5 حركات في مد لازم زي والصافات 6 حركات. لا ما احنا وضحنا الحاجات دي واحنا اتكلمنا المدود ان شاء الله ناخدها المرة الجاية يعني اللي هيحضر معانا ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم عن المد إن شاء الله. لو حد عنده أي استفسار بقى أي حاجة عشان خلاص احنا إن شاء الله نبتدي نقفل المحاضرة اللي دي وبكرة بإذن الله نكمل. في حد عنده أي سؤال؟ يعني نقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أترككم في معية الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى أن نلتقي لكم مني أفضل التحيات.